سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في لقاء خاص. وضيف هذا اللقاء مشاهدينا الكرام الاستاذ سعد جبار، المحامي والخبير في القانون الدولي. اهلا وسهلا بك استاذ سعد. استاذ سعد، نبدا بمحور عن الجبهه الاجتماعيه في الجزائر. اشتعال وراء اشتعال، اعتصامات ومظاهرات، اضرابات في قطاع التعليم منذ حوالي 3 أيام فقط، عاد المعلمون من جديد بعد إضراب طويل. ما يحدث أيضا في غردايا، هنالك جرحى من الشرطة والمواطنين أيضا منذ 3 أيام. إضراب البطالين في ورقلة وجنوب الجزائر عموما، بالإضافة إلى اعتصام مواطني عين صالح الذي الآن دخل حوالي اليوم 80 منذ انطلاقه رفضا لمشروع الغاز الصخري. كيف نعلق على هذه الأحداث كلها؟ هذا دليل على وجود شلل حقيقي داخل النظام نفسه. يعني النظام يمر من أزمتنا لأخرى، ولأن ليس له مشروع اجتماعي، ليس له مشروع اقتصادي، وليس له مشروع سياسي. الساحة السياسية تم تشويهها، وبالتالي ترتبت على ذلك نتائج واضحة. تخبط أمني، كيف يسمح هذا النظام لأبناء الشعب الواحد الذين يعتبرون من أكبر الفئات مسالمة في الجزائر، الأباضيين مع ما يسمى بالعرب، كيف أن هذا النظام الذي يعتبر نفسه خبيرا في مكافحة العنف والإرهاب لم يتمكن إلى حد الآن من حماية الجيران والإخوة بين بعضهم البعض؟ إذن هناك إخفاق سافر للنظام ويسجل في ذلك أكبر فشل. بالنسبة لما يحدث في عين صالح، كيف لهذا النظام أن يلجأ إلى المزيد من استغلال الغاز الصخري في منطقة زاخرة بالغاز وبالنفط؟ لماذا هذا التسرع في حين أن المنطقة صحراء تشكو من نقص الماء؟ فأراد النظام أن يلجأ إلى تدمير البيئة واستغلال المياه الجوفية التي يمكن أن يعتمد عليها في المستقبل لإرضاء الدول الأوروبية أرادت أن تعوض عن الغاز ونقص الغاز والعجز الغاز من روسيا. إذن هناك موقف سياسي يريد أن يداهن الدول الغربية التي وقفت مع النظام في العهد الرابعة، ويدفع أو يكافئ تلك البلدان لصمتها، رغم أنهم يعرفون انتخابات مزورة، وأن اللجوء إلى الترشح الرئيسي لفترة رابعة خطأ. وعليه بالنسبة للمعلمين وغيرهم، فهناك يعني هناك انهيار للنظام السياسي. نظام يعمل فقط من أجل استقرار النظام بدل من استقرار الدولة وربح الوقت وربح، يعني الهروب إلى الوراء، وعدم وجود مشروع تعليمي، عدم وجود مشروع اقتصادي، عدم مشروع بيئي. كيف لنا أن تدعي سوناطراك منذ سنوات وفي أدبياتها تجدها على الويب سايت يقول أن الجزائر لديها إمكانيات طاقة شمسية في الجنوب الجزائري لتزويد أوروبا كلها بما تحتاجه من طاقة، فما بالك بالجنوب بالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية. منشئت في السبعينات والثمانينات مدن قرى كاملة تسير بالطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية. إذن لماذا هذا الإسراع لما يسمى باستغلال الغاز الصخري؟ طيب، أين نضع هذه التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطة التنفيذية على لسان عبد الملك سلال تحديدا، عندما قالوا نعترف اعترافا كليا بأن الجنوب الجزائري ليست فيه تنمية مستدامة، وكل ما قيل في السنوات الأولى منذ عهد بومدين، شادلي بن جديد، زروال، كله مضروب في الصفر. الآن سنعوض هذا الخطأ وهذا التأخر، سنجعل من عين صالح ولاية، سنهتم بالجنوب، نطور التنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات. ثم بالإضافة إلى ذلك هذا المشروع اللي هو ثار عليه جدل كبير الآن، الغاز الصخري، سنستغله في العام 22 بعد 2000، ليس الآن. ما نقوم به الآن هو فقط بحث وتخطيط وحفر لا أكثر. شوف، هذا سلال دائما متسلل في كلامه، وفي ولن يصدقه أحد. هو يريد أن نشتري الوقت ويلهي عما يجري داخل السلطة في حد ذاته وفشلها. وإحنا رأيناه كيف تحول الى فكاهي، الى 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 كلون، الى 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 الى, إلى ميكي ماوس. يعني اقل من ميكي ماوس، ميكي ماوس متناسق اكثر في شكله وفي الوانه. يجب لا نظلم الرجال ولا يجب لا نظلم التاريخ. في عهد بومدين كان هناك توازن جهوي، كانت برامج رغم قله الاموال والموارد
كانت هناك نية وهناك مشاريع للتوازن الجهوي بين المناطق. طريق الوحدة الإفريقية. كانت هناك عدد الجزائريين كانوا 12 مليون كم عدد السكان الموجودين في الصحراء، ومع ذلك كانت هناك مجهودات. يجب ألا نقول والله إحنا يعني نسينا الصحراء ولا نسينا الأوراس. كانت هناك محاولات، لكن ما تم منذ العشرين سنة والأخير السنة الأخيرة أكبر إخفاق لم تشهده الجزائر لا في الستينات بعد استقلالها، ولا في السبعينات، ولا في الثمانينات في عهد الشاذلي. الإفلاس الأخلاقي والسياسي والاجتماعي والبيئوي بدأ منذ انقلاب 92. فإذا يجب أن لا نقفز على المراحل. لو كانت هناك سياسة طاقية لحول الطاقة، جاك شركيب خليل قال أنا أريد أن أنفذ مشروعا بالنسبة لقطاع النفط، ماذا فعل؟ هذه بالدليل مؤكدة، أخذ فقط الشطر الخاص بإفريقيا والجزائر الذي يدخل في إطار الاستراتيجية العالمية لما تريده أمريكا، لذلك تم توقيفه في مشروع الأمريكا. مشروع الأمريكا خدمة أمريكا. أمريكا تخلنا من لومش أمريكا. لو الحسين مالطي كرجل خبير في الاقتصاد وجزائري مواطن مخلص في كتابه أوضح ذلك بالدليل موجود في الويب سايت، يعني إدارة الطاقة في أمريكا. هذا أراد إذن أن ينفذ مشروع أن يخدم الآخرين، يخدم الجزائر. أين مشروع الطاقة الشمسية الذي يتحدثون عنه؟ يعني هذه مشروع طاقة شمسية. المغرب على في حدود معلوماتي المغرب هو الذي ظفر بهذا المشروع قبل الألمان. يرى نحن عندنا يعني الآن نحن عندنا فائض احتياطي، خليك من العجز ويتحدث، بدأوا يتحدثون ويهلعون الآن بانيك خوف كامل أن والله الاقتصاد راح يتردد بسبب سعر النفط. أنت عندك أكبر فائض في احتياطي في العالم، يعني 200 بليون 200 مليار 300 مليار اللي عندك لو تستالف زيد دبي مثلا تستالف توضع إيداع 10% في كل مشروع وتسلف البقية من عند الآخرين. بالمناسبة أنت الجزائر عندك. بالمناسبة أستاذ سعد، الميزان التجاري الجزائري منذ 15 سنة شهد عجزا فظيعا الأيام الأخيرة فقط 17% نقص عجز، لكن هذا يتعلق بالميزانية السنوية. أنا أتكلمك عن الاحتياط اللي عندهم، لأن النظام يفكر لعل تقع لكن الأزمات. هو قال العلة إيش السبب؟ قال لك أنه تراجع السوق النفط في السوق الدولية. شوف هذا هو المصيبة الكبرى. أنت دولة يعني بعد عش بعد 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 كل 20 سنة الأخيرة تعرف شو حدث فيها؟ يعني يقول لك انهيار في كل شيء، انهيار. أين المشاريع؟ أين فلوسك؟ عند أول مرة تصبح عندهم فلوس ومسيطرين على الوضع تماما. قال لك قبل كان دعوة الإرهاب 92 لغاية 9 الأولوية لمكافحة الإرهاب. والأولوية للحفاظ على استقرار النظام وليس ولم يعملوا على استقرار الدولة. شوف هذه المأساة الكبرى، ما حدث في العراق لصدام، وما حدث في مصر، وما حدث في ليبيا، وما حدث في تونس. الأنظمة دائما تلعب على وتر واحد، يقولوا استقرار الدولة ويخلطوه باستقرار النظام المجموعة الحاكمة وليس استقرار الدولة. استقرار الدولة يكمن أنك تخلق مؤسسات فيها تداول على السلطة، فيها العسكري والأمني والبوليسي يخضع للسياسي، السياسي يخضع للتزكية الشعبية، السياسي يخضع لرقابة الصحافة أو لرقابة شعبية، يخضع لاستقلال القضاء والتداول. هذا هو كيف تبني دولة، لا تبنيها أنك تربطها بشخص أو بمجموعة. مسألة الاستقرار أستاذ سعد آثارها أيضا عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخير، هذا إن سلمنا بأنها رسالته، لأنه في وسائل الإعلام في الجزائر الشارع الجزائري يقول مستحيل عبد العزيز بوتفليقة يكتب رسالة قراءتها فقط طلب 30 دقيقة، وقالوا أن الأسلوب فيها موش أسلوب عبد العزيز بوتفليقة، يعني كتبت له. المهم اللي جاء فيها وتم التأكيد عليه الاستقرار، قالوا لسنا أو نريد التأكيد على استقرار البلد وأمنه وسلامه، ولا نريد أن نكون نسخة طبق الأصل ما يحدث عند الجيران، يقصدون ليبيا، يقصدون مالي، ربما يقصدون اليمن. إلى أي مدى دائما ونحن نعزف على هذا الوتر، وتر الاستقرار والسلام، ولا حاجة للمغامرة مستقبلا لأي مشروع طالما أن هذا يهز استقرار البلد؟ تعرف النظام الجزائري منذ الانقلاب 92 وخاصة بعد ما جاء بوتفليقة كانت أمامه فرصة ثمينة لم تسنح لأي نظام عربي آخر أو نظام في العالم، بحيث كان يمكن لو كانت له النوايا الحسنة والإرادة الحقيقية للتغيير لكان تحكم في خيوط التغيير التدريجي، لكن التغيير الصادق وليس التغيير الزائف. ما شاهدناه منذ 92 إلى حد الساعة هو تزييف للساحة السياسية، تزييف للأحزاب، تزييف للمؤسسات اللي يسمون برلمان، مؤسسة الرئاسة، المؤسسة القضائية،
كل شيء قائم على التزييف. أنت لا يمكن أن تبني دولة حديثة بهذه الطرق. شوف 20 سنة اللي ضيعناها، 21 سنة الآن، هذه يعني 16 سنة في عهد بوتفليقة وهناك استقرار لرجل. ماذا أنجز إسرائيل؟ اسمح لي نقول الكلمة هذه. الكيان الإسرائيلي في حدود 20 سنة بعد نشأة هذه الكيان في منطقة، كل يعني في مكان، كل المنطقة معادية له، تحول إلى قوة نووية. قل لي أين تفوقت الجزائر منذ 92 لو تقارن حتى بالفترة الاستقلال؟ يعني تريد أن تقول أنك تراجع رهيب. تراجع مش ما فيش مبررات أن تراجع، كانت كل المبررات. أنت مسيطر، أنت جنت مليون شخص تحت سلاح، سميتهم الوطنيين، سميتهم واقفون، سميتهم جالسون، سميتهم مش تحب. عندك مليون شخص تحت سلاح للقضاء على ما يسمى بالإرهاب. قضيت على الإرهاب، ماذا فعلت؟ توقف الإرهاب منذ 1999. ماذا الجزائريون يقولون تخلصنا من الإرهاب المعروف، أتينا الإرهاب الإدارة، إرهاب الفساد، هناك إرهابات. شوف أنا استحيل عندما أتحدث مع زملائي في الجزائر أو أصدقائي ويقولون أنهم يومين ثلاثة يجرون وراء الأوراق. شوف التقدم البيروقراطي الحاصل في العالم الآن مع التكنولوجيا، قادر توضع كل شيء في الكمبيوتر. طبعا أعطيك بريطانيا ولا أي دولة أخرى، أحيانا يحبوا يقارنوا أنفسهم بأمريكا. لما أقول لك أمريكا فيها إرهاب، أمريكا فيها عنف، أمريكا فيها بطالة، يحبوا يقارنوا أنفسهم. لكن ما يقولوناش أن أصغر دولة زي مالطا أو قبرص أو الدول الإفريقية عندك وسائل الإعلام الآلي بحيث تعطي شهادة الازدياد مرة واحدة في حياة شخص يولي، يعطيه شهادة الميلاد مرة واحدة. الباسبور جد مجرد يصدر لك باسبور أول مرة تبقى الباسبور ماشي. ليش؟ لأن عندك كل وسائل التأكد. يخليه الجزائري اليوم خلقوا له جهاز مش بيروقراطية، بيروقراطية فيها فنيات العمل الإداري، هما خلقوا غول بيروقراطي متخلف. الجزائري يبدا يصطف على شهاده الولاده، يصطف على شهاده تبرئه من 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 الضريبه، وصفوف طويله على الباسبور اللي بيسكوا له كذا، ومازالوا يمشيوا بطريقه وبمنطق لا يتماشى بهذا العصر. لو اراد النظام الجزائري ان يستحدث طرق باش يخلي الشعب الجزائري ما يخدش يلهث وراء النقبه وراء الباسبور وراء، روح اسال الناس كيف يقضي وقتهم في الامور هذه، يتعبون من يكونهم وتصبح تصبح مزيه في يد ما يسمى بالبيروقراطي. ولا بيروقراطي واحد متخلف واضعين باش ياخذ، حتى هو تصبح عنده سلطه وتصبح يعمل جميل في الناس اخرين، يعمل لهم مزيه، يعني تعطيهم سلطه في ايد هؤلاء البيروقراطيين والاعوان الدوله بحيث تصبح عندهم سلطه ويشعرون انهم هم دوله. بينما الدولة غائبة ومكونات الدولة غائبة، هذا هو الإخفاق الحقيقي. طيب أستاذ سعد، هذا على حد قولك أن الدولة غائبة، الكثيرون يقولوا فعلا أن الدولة غائبة، ليس لديها نية ولا إرادة لحل الأزمات. أعطوا مثال على ذلك، قالوا هذا الإضراب اللي دخلوه المعلمين عن طريق نقابة الكنابيست، دخلوا في إضراب مع الوزارة لمطالب معينة منذ عهد أبو بكر بن بوزيد وبعدين جاء بابا أحمد، وهذا المطالب تقول الوزارة هي مطالب مشروعة. دخلوا في إضراب، في الأول قالوا هذا إضراب غير شرعي وغير قانوني، وقالوا هذا الناس راح نطردوهم مناصب عملية. من ثلاثة أيام خلاص استدعوا هذا النقابة وحلوا المشكلة والسلام عليكم ورجعوا. الناس تتساءل الشارع الجزائري لماذا لم يستجب لهذه المطالب منذ أول يوم، هذا الإضراب لأدام أيام معدودة. يقولوا ما يقال عن القطاع التعليمي يقال عن الكثير من الأزمات، هل فعلا تؤكد هذا أن الدولة في يدها الحل لكنها لا تريد؟ شوف الدولة تقولي الدولة غائبة، الدولة مغيبة ومكونات وخصائص دولة مغيبة بشكل مقصود. لما تخلي المعلمين يعملوا إضرابات 3 أشهر 4 أشهر، أولا يحبوا يضربوا المجتمع في بعض البعض باش الناس تكره المعلمين، الأولياء التلاميذ من حقهم. إذا واحد يحضر البكالوريا أو حضر للأهلية ولا حضر أي شهادة ولا شهادة الابتدائية أو سنة إلى سنة، أو على الأقل من ناحية استحقاق أن ابنه يتعلم خلال سنة، فيضربوا الناس في بعضها البعض، يخليوا الناس شوف تبدأ تكفر بالمعلمين. وفي النظام يبان في الأخير أنه هو العاقل، يعني ليش تضيع الوقت هذا؟ يعني قلت لك في غياب المشروع الدولة فيه، مو قولكش الدولة الحديثة، الدولة الحديثة نص الدولة الحديثة غائب وبشكل مقصود. هل هناك من يفكر أن تأخذها على المستويات البسيطة؟ إيش نقول لك تتحكم أنت بإمكانك كنظام لما تكون نظام متحضر وعندك مصداق، تحب تكون عندك مصداقية. أعطيك أمثلة من عتات الديكتاتورية والاستبداد، جنرال بينوشي اللي قالب في تشيلي في السبعينات، قالب نظام ديمقراطي بخوف بدعوة أنه شيوعي، لكن بعد مرور الزمن مهد لتغيير للديمقراطية، أعطى نفسه حصانة في كسيناتور في مجلس الشيوخ على مدى الحياة وعدم المقاضاة، لكن سامح للعملية الديمقراطية أن تنمو وسامح للأحزاب أن تنمو
وهذا ما فعلته الأرجنتين. هؤلاء هذا بوتفليقة ولا غيره، مش كأشخاص كمنظومة. يعني صراع بين بوتفليقة والجماعة راهي صراع نتاع حافظ النظام السابق اللي يحكم البلاد بالطريقة بشكل جماعي تاع مجموعة، هو يحب ياخذ كل شيء ليه. والآن احنا ما نعرفوش من يحكم في البلاد، هاي المصيبة وينها؟ وصبحوا ذوي القربة هما اللي واحد يجيك حنون، هذه كان صاحبة وصديق بوتفليقة ومجموعة تاع المجموعة الظالمة، هذا بدها تقول له نتكلم يا سعيد بوتفليقة، يا رجل شو وضعك الدستوري انت تقول لي إهانة. إذن احنا الآن من المسؤولية، شو المواطن الجزائري يقول من سعيد بوتفليقة؟ شوف انت تحكيت النظام ما يقول لك حذاري من ان يتكرر السيناريو الليبي والتونسي وغيره، يا هذه الأنظمة اللي كانت سبب ما حدث وما يجري الآن، الأنظمة الاستبدادية السابقة لأن أغلقت الأبواب أمام أي إمكانية التغيير الفكر، سواء عن طريق الفكر، عن طريق التنظيمات السياسية، أو عن طريق المجتمع المدني، أو عن طريق الكلمة الحرة. كان يتكلم يقول والله إساءة الدولة وهيبة الدولة. اسمع أنت لو تقرأ كلمة هيبة الدولة في الجزائر كم ذكروها، بينما هي الدولة مسكينة غيبوها ودمرها. والله لو جيل تاع الستينات والسبعينات اللي كانوا مجاهدين بسطاء حكموا باسم الشرعية الثورية، والله لا يعني لا ضربوا لا أصيبوا بسكتة قلبية مرة أخرى. يعني أنت ترى أستاذ سعد أنه الجزائر الآن، أقصد الحكومة، أقصد الدولة، أقصد النظام، ليست لديهم مناعة أو لديهم مناعة من حتى لا يكونوا فريسة لما حدث في ليبيا أو تونس أو اليمن الأيام الأخيرة؟ بل هم يخصبوا في الوضع هذاك. ماذا يعني أنك تقعد وترسل رسالة للمعارضة؟ أنت المعارض صبح كلمة قذرة. واحد حتى الأرض المحروقة يشوف. أنت لما تشوف بن فليس ولد النظام لكن يشتم كأنه خاين، والله يجيك مثلا حمروش. هو النظام لو كان عنده نية صادقة خلي تنافس زي ما حدث في تركيا. أنا أعطيتك مثال الديكتاتورية وانتقال الديمقراطية في تشيلي ولا في الأرجنتين. شوف تركيا كان الدستور تاعها ينص صراحة في نص بالدستور أن الجيش هو حامي العلمانية والدولة. هذو خرجوا من السلطة لكن الجيش في وقتها سمح تدريجيا للقوى السياسية المدنية أن تحل محل قوة الجيش. وجاك أردوغان كانوا يكفروا بالإسلاميين، انتخبوا من الإسلاميين، كل طرف تعلم، الإسلامي تعلم والعلماني تعلم أنه ما فيه لا مفر من أنك تخلق دولة حديثة. لذلك أردوغان وفر كل الشروط المطلوبة لتؤهل تركيا أن تكون عضو الاتحاد الأوروبي. هاو الرهان الجزائر، الرهان الجزائري جغرافيا تاريخيا منطقيا وشعبيا. إحنا أمام أكبر كتلة ديمقراطية في العالم اللي هي أوروبا، نقع على بحر لمهد الحضارات في التاريخ. لكن مازلنا نبدا نشوف صبنا الدول الخارجية اللي كان نعتبروها الربع الخالي، أي واحد يدعيه هو اللي يقول إن شاء الله تروح للثلث الخالي والربع الخالي، صبحت خضرت بينما بلداننا صحرت. أنا كنت نتكلم مع واحد دبلوماسي جزائري يقول لي أتعلم أن اقتصاديات الدول الخارجية هذه لا شيء، هذه مش فايابل. ماشي أنا اقتصادي قال لي نقول لك، يعني راه يعطيني حاجة أنا عمري ما سمعت بها. طيب أتعلم أن النخلة تكلف دبي 10,000 دولار؟ قلت له يا راجل هما يخسروا 10,000 دولار من إمكانياتهم، حتى ديمومة ما فيش. تقول لي ما فيش ديمومة لكن هما وفروا فلوس وعندهم صناديق حقائب سيادية تقدر تعيش من مجتمع صغير. قلت له أنت هذا هو خلق النخلة صب 10,000 دولار للوحدة صبحت المنطقة خضراء. أنت منطقة خضراء راح تصحرتها بسياساتك والرعونة نتاعك، وعندك فلوس بما يكفي وعندك شعب بما يكفي، أنت عندك ثلوج وعندك الأمطار. المغرب اللي كانت أفقر علينا دائما الجزائري يقول لك احنا أحسن من المغرب، احنا أحسن من تونس. المغرب أنا كلم لي واحد قائع واحد سياسي يعني رئيس دولة أجنبي قال لي لما ركبت الطائرة في عهد زروال وصلت المغرب اكتشف يعني لاحظت حاجة اسمها السدود. قال لي رجعت الجزائري قلت له أنا نتبرع عليكم ورقة استشارية اعملوا سدود. يعني لحد الآن لازم مازلت تشكيلك من الماء يقول لك ما عندناش الماء وانا باد مويا كأنك مازلت في الاستقلال 62. على ذكر دبي أستاذ سعد، وأنت أكد لي إذا كانت هي خاطئة المسألة هذه أو ثبتها، أن مسؤولين جزائريين زاروا دبي الإمارات العربية في ذلك الوقت أعتقد في بداية السبعينات أو آخر بداية الثمانينات، وكان لهم حديث مع شيخ زايد رحمة الله عليه، فقال لهم شيخ زايد إنني أفكر في أن أجعل دبي مزارا قبلة للسياح العالم وليس فقط للسياح العرب.
فالمسؤولون الجزائريون الذين كانوا معه كأنه هذا الكلام لم يعجبهم وصاروا يضحكون، كيف يجعلون من دبي مزار وقبلة للسياح؟ أي حدث هذا؟ رغم أنه لم يقل له. هل هذا لا لا الرواية صحيح؟ الحقيقية شو نقول لكم نذكرها. الشيخ زايد كان يزور الجزائر، كان الشيخ زايد لما البريطاني منحتهم الاستقلال خاف، قال احنا كيف راح يشعلونا، من راح يشعلونا الكهرباء، ليش ماشيين نبقوا عندنا، وخافوا. هذه حقيقة. الشيخ زايد كان مسكين بسيط وراجل يعني أمي، لكن يعتبر كبير قوم. المهم لما جاء شاف بومدين، بومدين خذها الحجار، مصنع الحجار خذها المناطق الجزائر كل يوم تدشن معلم من معالم، يا إما جامعة يا إما مستشفيات يا إما كانت نذكر فيه. نتمنى تجيبوها في التلفزيون، تجيبوها في المغاربية أحيانا ما همناش فيه اللي عنده تحفظات على بومدين وغيرها، لكن الفلوس اللي كان يجي كان يصرف. هل كان في كانت السياسة رشيدة ولا لا؟ كان في وقتها صناعة ثقيلة هي كل شيء، وثورة زراعية وغيرها، كان في أخطاء لكن كانت فيها نية حسنة لبناء دولة حديثة. فماذا قال له بومدين؟ قالوا كيف صنعتم هذا؟ هذا شيخ زايد. أيوة. رد عليه قال له نحن استثمرنا البترول من أجل التنمية. وهذه قال له تقدر تساعدني أنا؟ أول فريق اللي بنى الصناعة النفطية الجزائرية بقيادة سي محمود حمر كروحة، هو صديق لي والله يرحمه، كان نائب سيد أحمد غزالي لما كان مدير شركة سوناطراك، وكان متحسسا كيف لم يعين هو الرئيس. هنا عبد غزالي جاي من المنطقة، فهو كان مجاهد حمر كروحة من المجاهدين، كان المخابرات الجزائرية تاع الثورة، وكان شاب مدارس متعلم. رسلوه لأبو ظبي، هو اللي خلق الأبو ظبي ناشونال أويل كومباني، شركة النفط اللي اسمها أدنوك، والفريق الجزائري ابن سوناطراك هو اللي بنى لهم نفط. دخلها قالها لي وأنا أعرفه جيدا، ومجموعة أصدقائي من اللي كانوا إطارات نتاعو مازالوا أحياء يرزقون يقدروا يأكدوا ذلك. لما دخل الفريق الجزائري هناك حدد سياسة نفطية زي مطابقة الجزائر، خدمتنا زي ما خدمتنا ليبيا في سياسة النفطية، زي ما خدمتنا العراق في سياسة الوطنية النفطية، تأمم النفط من أجل يعني كأمر سيادي ومن أجل التنمية. لما دخل الفريق الجزائري إلى أبو ظبي وجد عقود الامتيازات النفطية كلها 400 مليون دولار. لما خرج الفريق الجزائري في الثمانينات ترك دخل إماراتي 20 مليون. ها هو الجزائر اللي في السبعينات كان ما فاتتش عليك 10 سنين استقلال، 15 سنة ما فاتتش. مع ذلك كانت في ناس مخلصة خلقت إطارات، وكانت حمر كروح عدد الجزائر، كانت فقط شركة بريطانية بي بي هي المسيطرة، راح جابوا المتعددية الشركات من توتال ومن كندا. أنا قال لي واحد من بي بي مرة لما كنا في مؤتمر وحمسي حمر كروح خليته يترأس جلسة، فلما قدمته تاع البي بي قال لي انا هذا اعرفه المصيبه، هذا خلق لي، انا كنت انا مستشار سياسي بي بي، هذا اللي قضى علينا، لان جاب لنا شركات متنافسه وقضى على الحكر نتاعنا. هذه اللي يقول لك كانت فيه تفكير لبناء الدوله عند الجيل تاع الاستقلال، الجيل الثوره. لذلك انا نشوف ليش يعني تغييب لهم، تغييب للامل اللي كان موجود، تغييب للرؤيه اللي كان الجزائري المسؤول الجزائري كان ما عنده شهاده ابتدائيه وتلقاه مسؤول شركه وطنيه، لكن كان عنده إخلاص وكان يجتهد ويسمع، ويجيبوا له خبراء من أمريكا ومن بريطانيا. بالعيد عبد السلام عنده شهادة، عنده تعليم ثانوي فقط، لكن كان يجي استشارات من نيويورك، من باريس، من لندن، ولديهم مستشارين اجتهدوا وخلقوا قطاع نفطي قوي ورائد في العالم. الجزائر كانت تقود التأميمات، شجعت ليبيا، شجعت العراق، شجعت الإمارات وغيرها. وبالتالي الشيخ زايد مش هو اللي قال احنا، قال لهم قولوا لي كيف نصر، لكن هو قالها للليبيين. هو قالها للليبيين الكلام هذا، قال لهم انا يعني ساخلق هذه بما بعد ما جاء الفلوس. في الفريق الجزائري مازالوا احياء رزاقون وكلهم مليونيريه الان ما شاء الله. الان نتكلموا احنا، هم سخروا منه لما قال لهم الكلام. شوف انا هذه ما نعرفش، لكن انا قاعد نقول لك ما اعرفه. لما ترجع مثلا تزييف الساحه السياسيه، تسمى عندك منظمه، خلقوا منظمه المجاهدين وابناء المجاهدين، منظمة أبناء الشهداء، ومن بعد ممكن يخلق ناس هي حاجة واحدة. أول الشارع الجزائري يقبل أبناء الشهداء ولا يقبل أبناء المجاهدين؟ لا لا غير شديد. منظمة المجاهدين. أنا لماذا أبناء المجاهدين؟ لا أنا نقبلهم كلهم. طيب. لكن كل واحد في محله. لما تقول منظمة المجاهدين، ما ننساش أن المجاهدين اللي جاهدوا ما كانش هو كان محقر ومضطهد وكان راعي، كان رجليه نبتة في الحشيش، فهمتني؟ كان خماس. 90% من الجزائريين كانوا مرميين في الأرياف في أماكن قاحلة.
ولا عنده صيحة ولا عنده ماء ولا عنده عاش وقدرة. لذلك العدد نتاعنا ما زادش. فرنساويين كانوا أذكياء، خلاك تعيش هكذاك باش تموت، تضربك سخانة تموت. لما تشوف هذوك اللي راحوا ماتوا والله اللي راحوا جاهدوا، مش من عارف مازال ياخذ فيلا من هي والله راح ياخذ منصب ولا مساكن، اللي راحوا لله في سبيل الله. هذه العقيدة اللي لازم، أن هذه النقطة رقم واحد. ابناء الشهداء ولا احفاد الشهداء ولا ابناء المجاهدين والمجاهدين لازم يعرفوا الهدف اللي الناس جات من اجله ولا اللي مات من اجله. ماتوا من اجل اسمع رفع الظلم على الجزائري، من اجل مواطن الجزائري يكون مواطن متساوي مع الفرنسيس، ما عطاوناش هذه. ماتوا من اجل بناء دوله حديثه. شوف اول نوفمبر التنظيمات هذه يجب ان تكون بديلا للتنظيمات السياسيه باش ما يقرش باش ما يقوش يزيفوا في 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 في, في الحقائق. فهمتني؟ هذه التنظيمات عندها حق تكون مش يعني مؤسسات او جمعيات. وهذا اللي عضو في جمعيه البلاد المجاهدين ولا ولاه الشهداء ولا احفاد الشهداء، هو بامكانه انضمام لاي حزب من الاحزاب ويناظر فيه. ولاد الشهداء ماشي كلهم يا من بفليس ولا يا من بوتفليقه، كل واحد عنده مشاربه. علاش نقول لك خلق الساحة والتشلويش؟ هذا راه كله تضليل وتزييف وإدغام ما كل هو مقدس من أجل أنه تبقى النظام هذا بمجموعة معينة وبخصوصيات معينة وتبقى تحكم بمنطق انتهى. علاش قلت لك أنا يعني تغيب للأمل؟ سبع الاستقلال وعد السبع والسبعينات بمدينش كان منطق الدولة، احنا نحب نبني دولة حديثة. سامحونا الان ما فيش تعدديه اللي ممكن تخلق شقاقات. شعبنا مازال مشي واعي. انت اليوم يجيك دوب الكانون شو الشباب المغنيين هذو، والله الاغاني نتاعهم كلها وعي. هاي احسن رساله ترسل الى المسؤولين، يعتبروا روحهم مسؤولين. لذلك طيب استاذ سعد، الان نعود لما يجري في الساحه السياسيه. هالرساله الاخيره اللي منسوبه لعبد العزيز بوتفليقه ثار عليها جدل كبير جدا، ودخل في الخط من يسمون احزاب الموالاه تبع اللي هم موالين رئيس عبد العزيز بوتفليقه، وأشعلوا حربا ضد التنسيقية، تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات. ولم يكتفوا بهذا بل خونوه، قالوا هذوما خونا، وقالوا أن هؤلاء كذلك يريدون إدخال الجزائر في مرحلة اللا استقرار واللا أمن، وهم يلعبون بمصير البلد. وما نحن نؤمن بفكرة واحدة، وهذه قالها عبد القادر بن صالح تاع المجلس الوطني، وكذلك بالنسبة محمد العربي ولد خليفة تاع البرلمان، قالوا نحن نؤمن بالتغيير لكن عن طريق الانتخابات. لا يمكن أن يزول عبد العزيز بوتفليقة ونظامه اليوم إلا عن طريق الانتخابات. فمن أراد التغيير في الجزائر أهلا وسهلا، لكن ليس بهذه الطريقة التي تقومون بها الآن. تتظاهرون، تعتصمون، تشاركون في مختلف التظاهرات، تركبون موجة هذه الاحتجاجات. إذا أردتم التغيير في الجزائر انتظروا الانتخابات المقبلة. شوف هذو الناس، شوف أول انتخابات مش هي الحسم، هم زالوا يزوروا ويضحكوا على الناس والناس كلها فايقة. هاي المصيبة نتاع الناس هذو، تعرف هذا اللي يكذب لغاية ما صدق نفسه. صحيح. هي ازدواجية الخطاب، الواقع شيء هو يوصف لي في شيء ثاني. تقول لي رجالات وقامات سياسية تحكي لي على عبد القادر بن صالح وهذا اللي سميتوا لي ولا واحد مسامع بهم، هذه المشكلة. احنا عندنا مشكل تاريخي الآن، يعني احنا لازم النظام لما حب يضرب يد من حديد على ما يسمى بالإرهاب اللي تحدوه لعب طارق، قال لك ما ندخلش الدين في السياسة. يا سيدي ما نتفق معها، ندخلش الدين في السياسة، الدين للجميع، هذه نتفاهموا فيها لنا. الدين في أعماقنا ما فيش واحد، هذه لا يناقش، احنا مسلمين والحمد لله. ليش دخل التاريخ انت في السياسة؟ هاك انت تحكي لي على الحقبة التاريخية، مازلت تحكم فيها باسم التاريخ. يعني قلت لك وحتى انتهت الشرعية، هذه كان جاوا جماعة اللي ما عندهمش الشرعية. فهمتني كيف؟ رقم انا جايك في الحديث. اذا خرجوا، احنا خرجوا، تخرجوا الدين، خرجوا التاريخ. ولا فعلا جبهة التحرير هذه واللي حاكمها اللي صبحوا حاكمين الجماعة هذه اللي يعني عيب ناكرات، يعني ما عندهمش علاقة. جبهة التحرير المفروض راهي ملك للجميع، زي ما تكلمنا على التاريخ، زي ما تكلمنا على الدين، نخرجها من التجمع الديمقراطي اللي خلقوا هذا. ذكر الأفلان هالأيام الأخيرة، تصريحات وتصريحات مضادة بين الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والرئيس حركة حمص، جيل جديد سفيان جلالي وغيره. شوف انا نقول لك، انا قاعد نقول لك حتى الاحزاب هذه من احسن شيء يقولوا لينا النظام مش قابل ولا من يقبل الاحزاب، وقبل الاحزاب حتى الاحزاب اللي تتكلم قبلها لما اعترفت وقابلت وتعهدت بانها تكون ادوات للحفاظ على ما هو قائم. حتى هذو الجماعه اللي يتكلموا الان لازم يقولوا احنا رانا استوى، احنا كنا مفعول به واحنا الان نتكلم كفاعلين. هذه نحترم. شوف كيف؟ لذلك انا نقول لك كل حاجه، الدين
تخرجت الدين من السياسة، خرجنا التاريخ من السياسة، خرجنا الأفان من السياسة، وخرجنا الحكر أنك أنت هو حامي الأمن وحامي البلاد والعباد. عندما يتحدث الشخص أقول لك التغيير يتعني انتخابات، دليل ما عندهمش نية التغيير. ها هو سيدي بوتفليقة قال له مازالت فكريا ومؤهل. يا سيدي إن شاء الله يطول رب، إن شاء الله ربي يقوي في فكره برأسه لا برجليه. يا سيدي إن شاء الله إذا يفكر بفكري أنا أتمنى هو عودة عارف روحه هذه نهايته، ما دام هو يتحكم ويحكم علاش ما يترأسش هو يقود التغيير. التغيير يحط البلد على السكينة، نعطيها بكل بساطة. ليش تخاف تم تاعك من النظام لو تخلي يترشح حمروش وخلي ولا يحب يشكل حزب، خلي بنفليش يشكل حزب، خلي الجماعة هذو زي موقع في طرق الدول الأخرى، خليهم لكن عمل انتخابات حرة. تمدام إذا كان عندك رئيس وزراء، انت عينت رئيس وزراء وكان شايف دو كابين رئيس المكتب نتاعك قبلت به ما كانش خاين، الآن في الرسالة تخون كل من يختلف معك في الرأي. بالإضافة إلى ذلك يقولوا أنه عملية إجراء انتخابات حرة نظيفة شفافة ذات مصداقية انتهى. لا يمكن، هذا قال لك انتخابات تعاود تجيب لنا الفيس، تعاود تجيب لنا احزاب ضد نظامنا، وبالتالي لا يمكن ان نجري انتخابات ماضيه. هذا في الدوائر الضيقه الجماعه اللي يدوروا في فلك السلطه. بالعكس هما ينشطوا التخويف من الفيس ويقولوا ها مازال طلع لك شوف. هذه الاشكالات، وهذا التدمير الحقيقي، وهذا التشجيع الحقيقي على الخلاء وعلى التدمير وعلى السابوتاج. لما تجي تسكر كل الابواب تقول لي انت راهينه، انا الحافظ الاستقرار، انا الامن، وتروح تحكي قولي الفيز نخاف ويرجع الفيز، بينما انت تشجع مزراق اللي رفع السلاح يتكلم ويجيك بالتلفزيونات اللي بيسمها الخاصة هذه ويتكلم ويقول لك انا هو الفيز، اهلا وسهلا، فهمت؟ ويجيب لك اللي العيايدة ولا غيره، وهذا صبح في اي بي، صبح شخصية مربوقة يمشي في المساكنين، الناس ساكنين امام الرئاسة ويتحركوا منين يحبوا. اذا من هو الخطر؟ هل الخطر اللي كان يتكلم السياسة؟ الخطر النظام استبدادي هو لما يكون عندك برنامج سياسي واضح، وهذا هو وين جمعت عين صالح كسبوا الرهان إلى حد الآن. قالوا برنامج نبيئي، هاي ما شكنت، هذا ما لازمش البرنامج هذا. يجيك المعلمين مثلا يقول لك احنا عندنا حقوق مشروعة، هاي كذا. الآن المجتمع لازم يتكاتف وحده، ما يبقاش يحكي واحد يحكي عن الخبز وواحد يحكي عن البيئة فقط، لازم كلنا نظام يقدر ينفارض كل جهة ويخون كل جهة، واللي يبقى يخوف النظام يبقى يخوفك ان الزعزع او التهديد الخارجي تبرح يهدك، موريتانيا تهدك، المغرب يهدك، المغرب وعيش معاك كم سنه نهار كنا ضعاف ما عندنا لا طائرات ولا دبابات ما نقدرش علينا، تونس تهدك، ليبيا تهدك، بيناتك عطاك ربي عطاك حاجز طبيعي. طيب ماذا تعني هذه الرساله الاخيره ايضا للجيش؟ الجيش كانوا داخل هو ثاني في الخط من جديد، المساس بالاستقرار الجزائري لن نسمح به، يعني دخل في الخط كأنه الجيش يعني خلاص انتهى ونسي مهامه الدستورية اللي هي حماية البلد هناك في الحدود، فإذا بيدخل في السياسة ردا على تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، أنتم مثل ما نقول هنا بالدارجة زودتوها كثير، لابد أن تفهموا بالضبط وين راكم أنتم الآن، ما لازمش كل شيء كل مشروع ترفضوه وهكذا. شو هذه المصيبة؟ أنت من ناحية تقول أنا ديمقراطي وانتخابات والحسم المزكى انتخابيا بما يسمى بالانتخابات هو القيادة الحقيقية، في نفس الوقت أنت تخلق ظروف وتدغم الجيش. إحنا الجيش كل واحد في مهامه، راجل المطافي في مهامه، الجيش في مكانه، والبوليس في مكانه، والجندارمي كل واحد لازم يكون مخابرات في مكان. الدول اللي خلقت الأجهزة هذه كل واحد يعرف صلاحية انتها ما هي، بينما في الجزائر يوقع استدراج أو استخدام هذه الوسائل من أجل السيطرة على الدولة. لذلك أنا أقول لك الآن وما بقاش الخوف فقط من الجيش ولا اللي تدخل في السياسة ولا البوليس حتى هو يستغل ولا الأمن، المشكلة ودخل لك مشكارة في الوسط وخوصص هذه السلطات، صبح تاع المخابرات اللي عنده سلطة يشتغل مع هذا مشكارة، والعكس صبحوا زي الطوفيلات اللي تعيش بعضها البعض. هذا هو الخطر على الدولة، هذا الخطر يعني مش نقولوا لما بقايا الدولة أو على مظهر أو الدولة الظاهرة، خلينا نقولوا حق. وعليه هذا التخويف دائما باللي هناك مؤامرة، هذا بن فليس من تيتآمرة ولد شهيد وجاي من منطقة الشاوية ومعروف سيدي إذا كان محامي وترفع سلاحه، بينما تجيب لي أنت اللي كان رفع لك سلاح بتفهم معه، عباسي مدني ما تفهمش معه، هم مسكين مريض انتهوا. لذلك أنا نقول لك الآن إحنا عندنا فرصة ثمينة، حتى اللي قابوا بالانقلاب بالخير مات، عماري مات،
الجماعه اللي بقاو مراض ولا ممكن ما يعرفوش انفسهم، النزار هذا باقي ينبح وحده، فهمتني؟ لذلك احنا لما نتكلم على الجزائر، الجزائر محظوظه جدا من حيث الثروات، من حيث موقعها الجغرافي، من حيث الفرص المتوفره امامها، لكن لم تنتهز هذه الفرص وتبقى تخوف لي من الخارج وتخوف لي من ما يدور في محيطك، وانت قاعد تخلق، انت قاعد تجيب في كل المكونات اللي باش تطرطق عندك وتخوف الناس، تقول لهم نشوفوها لكم ونتفاهموا، وهو احنا راح نكشف الامور. اكشف لنا سيدي، ترى هيا سيدي قلنا المؤامره هذه منين جايه، حدد لنا بالاسم، ما تقزليش هكذاك تحكي بالعموميات باش تفوت تحت العموميات اي شيء. هذا النظام غير المسؤول. على ذكر اصحاب الشكاره، انت اشرت ليهم الامس سعد، اصحاب الشكاره والمال الفاسد، يعني كانه الان صار وقتهم في الجزائر. هذا الشارع الجزائري يقول انه هذو الناس حاضرين بقوه في الشارع الجزائري، واعطوا مثال اخيرا حول ما حدث في المعرض، هذا معرض سيارات يديروهم كل عام مره في الجزائر، جابوا افخم السيارات، لكن هذه السيارات يعني تباع، جيب الشكاره وخذ مليارات. الناس تتساءل، قال لك وين مفتشية الدوله اللي تابعه وزاره الماليه؟ ما هم يقولوا احنا شفافيه ولازم القانون وكذا، الناس تتداول بالمليارات في السوق والناس والشمس في رائعه النهار مثل ما يقولون. شوف الاحصائيات البنك الدولي والمؤسسات الماليه الدوليه المستقله الدوليه للجزائر عضو فيها، احصائياتها ان التهريب المالي من الجزائر بطريقه غير شرعيه، احنا جينا قبل المغرب، المغرب بعدنا من حيث النسبه والتناسب. ممكن تقول احنا اغنى، لو الدوله لو النظام، المخابرات تعرف كل شيء، لذلك ما التقارير يمسكوا التقارير اللي يحبوا يحكموا على بعضهم يقولوا طلع التقرير. اوكي في خلافات بين بوتفليقه وجماعه المخابرات، طلع الملف نتاع مزيان المدير العام، وان كان هو سمكه صغيره، الاخر طلع له تاع الوطور تاع المخابرات، تاع المخابرات زود وطلع له تاع، وهم اجلوا اليوم اجلوا قضيه طريق سيار شرق غرب. انا نقول لك طريق السيار ولم تحضر الرؤوس الكبير هكذا يقولون. انت تعطي لي طريق السيار اكبر جزء منه تعطيه لواحد هو ما عندوش علاقه بالبناء، اكبر حاجه عملها في بلديه صغيره في منطقه القبائل، هذا لو تعطيه، تعرف كون تعطيه، نعطي لك انت المشروع هذا، تروح تترفع الانترنت تشوف الشركه الفلانيه الصينيه، الشركه الامريكيه، شركه معروفين شركات، وتقول انا نعطيكم عليها، تقدموا لي عروض وهو يضخم المبلغ ويولي يقسم على الاخرين. هاني نقول لك هو شوف تفسيد حتى النظام اللي كان عنده حياه، نظام في عهد بومدين مهما كان عنده حياه، كان تعرف العسكري في وقت بومدين كان عاملين تعاونيه، لما يجيبوا لهم كوكاكولا ويجيبوا لهم احذيه ولا جينز تصير حاجات ماشي موجوده في السوق يعتبروها اكبر رفاهيه. كان العسكري والضباط كانوا كل يوم يتبرعوا باراضيهم لصندوق الثوره الزراعيه، بينما اليوم تم بهذا الفساد والتفسيد، تم تشويه المؤسسة العسكرية، تم تشويه المؤسسة الأمنية، تم تشويه البوليس، ما خلاوش حاجة، ما شوهوا المجاهدين، شوهوا الشهداء، ما فيش، شوهوا العلم. عاد الناس كي تقرا قسما يقول لك احنا كنا نشوف نسمعوا قسما ترفع العلم توقف وحدك حتى تكون قاعد في بيتك. طيب ماذا تفعل هذه الهيئات الوطنية المحسوبة على الدولة؟ يقول لك مؤسسات الدولة، مجلس المحاسبة، البرلمان، المجلس الدستوري، الهيئات هذه لمكافحة ما يسمى الفساد، وين دورها الآن؟ هذه دورها على الورق فقط. دورها على الورق، لما واحد يشريها الواحد ولا عصابه اكثر في داخل النظام ضد عصابه، طلع باش ينفسوا في بعضهم زي القوى العظمى يتنفسوا في الاعوان الصغار. لذلك انا نقول لك احنا نرجع للنقطه الاساسيه. شوف بدون اعاده الاعتبار للشعب الجزائري واحترامه، بدون العمل الجاد، وانا نقول لك يعني العمل الجاد اقصد الناس يتوفيهم النزاهة والكفاءة والصدق والمصداقية. التغيير لازم تكون تريد التغيير مهما تشوف العشرين سنة اللي فات، لو فيه نية للتغيير الحقيقي لكانت بشوية كنا وصلنا إلى بر الأمان. اليوم بروح قارب 92 واليوم وبين 94 والخمسة وتسعين واليوم أكبر فساد واقع عندنا احنا. كيف الدولة اللي تسيطر عليها الأمن والمخابرات والجيش وغيرها، كيف معدل الجريمة، تشخص يروحون يدخلون البيت ويسرقون الكوفر الخزنة الآمنة هذه ثقيل، يطلعوا له من الطابق الأول وينزلوها ويديها ولا حد يشوفه، وبعدين لما فيها علاقات معنا رجعوها له البيت. وين توجه الناس؟ صبعت ما عندهاش أمن، ليست آمنة يعني. إيش آمنة؟ أنت قبل تقول لي أنا عندي أكبر كفاءة في مكافحة الإرهاب، كفاءة الإرهاب وأكبر من الجريمة، عندنا خبرة أيضا في هذا. وبعدين التهريب تحكي عن الفلوس، هل معقول أن العقارات في الجزائر صبحت أغلى من لندن ولا من نيويورك؟ هل معقول يجيك شخص
معروف من أهله من يعني من خلفيته يصب يشريك كيجي يشريك فيلا ب 34 مليار بالجزائر حتى تقسمها بالعملة صعبة. اليوم عاد الباوند الجنيه هو 21 مرة. من هو اللي قاعد يشري هذا؟ هذا ما يسمى باللوندينغ التبييض. لو بكره لو واحد يروح يسجل الارض يشري عقار يقول قلنا مصدر فلوس هنا في بريطانيا يسالوا يعني بامكانك ان تشتري في اوروبا ولا تشتري في الجزائر من ناحيه ارتفاع الاسعار العقارات لانك هذه ترجع ما معنى في الجزائر لو تكون طبيب وتجمع فلوس مستحيل تشتري فيلا ب 34 مليار لو تكون تاجر تدفع الضريبه وغيرها مستحيل تعملها لو تكون محامي لو تكون تاجر ليش؟ لان فيه ناس بتواطؤ من الجهات المسؤوله او المسؤولين كل واحد يقول انا ما دام الدوله ماشي موجوده والمصداقيه ماشي موجوده كل واحد يضرب على روحه انا ندخل لي كوكورت بين البرم هاك اللي طرطقوا في جهه الناس ما فيش التفتيش او ما فيش الرقابه على شوف قداش الواحد ماتوا بالاجهزه الغالطه هذه بالاجهزه المعيبه اللي ممنوع تدخل اوروبا والله في امريكا يعاقب عليها اكبر تعتبر جرائم ما يلعبوش فيها يدخلوك سلع يدخلوك حاجات اللي هي قطع الغيار يا رجل تاع السياره قاعده تدخل وانت لو تروح للميناء انا نذكرها بالجزائر ولا المطار اكبر تواجد الامن هو اللي يخدم تاع الجمارك جنبه تاع الامن يعرفوا كل شيء هما الرقابه على اعين تم حكاها مسؤولين ولات هذا زي حكى بشير فريك وجماعه قال لك الفساد اللي قال له كفيسه جا هددني مثلا واحد ايطالي جا من عند بالخير لما كان المدير العام في الرئاسه لينا ما دفعناش مش عارف شي فاتورينا كانت غاليه مبالغ فيها قال رفع لي التليفون قال لي لا اعطيه له كذا او اعطيني ساكن في جنرال القائد الناحيه العسكريه حكاها في التلفزيون الجزائري ما خافش قال لي يروحوا الراجل اللي يروحوا مسجون كي سالوه قال وين الامن وكذا قال له هما الفاسدين انا ما نلومش الامن يكون فاسد ما نلومش الدارك اللي ما يكون فاسد ما نلومش العسكري لما انت تكون القدوه الحسنه للراس هو اللي قاعد ينشر ويخصب في ثقافة الفساد بدءا بتزوير الانتخابات بدءا بتزوير الساحة السياسية من أحزاب ومن مؤسسات تسمها مؤسسات دولة تزوير الخطاب السياسي في حد ذاته الواقع شيء ويقول لك حاجة ثانية. طيب أستاذ سعد نعود الآن حتى الوقت يداهمنا نعود للمعارضة نفتح قوس على المعارضة الجزائرية أين تضعها اليوم أنت لا أريد منك تقييما يأخذ وقت طويل لكن ما المطلوب من المعارضة الجزائرية الأيام الأخيرة خاصة بعد هذه الرسالة اللي خون فيها بتفليقة الأحزاب خاصة التنسيقية هل تستمر في هذا النهج الجديد بعد أن تخلت عن الصالونات والفنادق واللقاءات والمؤتمرات الآن تنزل في الشارع راحت الورقلة راحت العين صالح ونزلت أيضا في العاصمة يعني النزول للشارع كخيار استراتيجي هكذا تقول ما المطلوب من المعارضة في هذه المرحلة خلينا نكون واضحين المعارضة حقيقية ذات مصداقية كتنظيمات غير موجودة خلينا نكون واضحين قلت لك أنا الأحزاب اللي خلقها النظام يعني طالب إبراهيم ما سمحولوش يعمل حزب لكن واحد هذا بن عمارة ولا اسمه هذا لا ما نذكر اسمه تاع اللي كان في الارسيدي هذا عمارة بن يوسف 24 لا كلهم 24 يروح يقدم طالب يقول قدم طالب يعطيه 24 ساعة أو بن فليس طولوا له مدة باش عطاوه لكن أنا بس أنا متأكد يخليه لما تبدأ تطلع المحاكمة انت على الخليفه يخليه يقول حاجات على بن فليس باش يضرب العمق انا ما نستبعدش هذه وعلي يعني انت تشوف المعارضه تاع اليوم ليست فاعله ليست جاده ليست قويه نشوف النظام لم يسمح بنشاه معارضه طبيعيه حقيقيه بل سامح بنشاه ادوات تخدم الاتفاق الاول جنتلمان اجريمنت مع النظام انك ما تتحدانيش وتبقى سند ليا لذلك نعطيك وزارات عطاو الحماس عطاو الجماعه اللي تشقوا على جبل الله عطاو الارسيدي عطاو احنا اللي نقول لك كيفاش تتكلم خليك شكل معارضه ماكش معارضه هذه خلينا نكونوا واضحين الان المعارضه وين موجوده هي موجوده عند الشعب الان والشعب في وجه النظام المعارض الحقيقي والشعب وكل يوم تطلع معارضه طلعت في الجنوب الجزائري وطلعت في منطقه القبائل وكل مره تطلع مره وطلعت في 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 مناطق مختلفه بلد وطلعت في التعليم وطلعت في النقابات في العمال عند العمال المعارضه الحقيقيه الان راه هو المجتمع لو يعتمد على الادوات النظام عمره ما تقدر تعتمد على الادوات اللي خلقها ولا واحد يخلق لك ادوات يعطيك البندقية باش تضربه أنا ما نقللش من أهمية على هؤلاء الناس الذين عملوا مع النظام اكتشفوا وأنا ما نقولكش
أنا ما نقراش النوايا، أنا نحكم على الأفعال. إذا هم يقولوا نظام، إحنا جربنا النظام. غزالي ماذا قال؟ رئيس وزير أول، كان وزير مالية وزير أول، وقال إحنا النظام ضحك علينا، استعملنا إحنا كنا حركة. يحكي مع رئيس وزراء السابق، لا رئيس وزراء السابق أحمد بن بيتور، قال لي مرة تلاقاني قال لي والله ما نعرف النظام هذا، تتحرك ما يخليكش تروح دير محاضرة، أحيانا يولي يوقف لك ما يجيكش السائق، أحيانا ما يجيك الراتب نتاعك، يعني قال لك ها فاشي حاكمين اللعبة. إذن أنا أراهن وأعتمد على حكمة الشعب الجزائري وقواه الحية باش ما يطيحوش في اللعبة هذه تاع يقسموهم ويبقاو يخلطوا. لكن أبجدياتهم حتى لأننا نكون ظالمين لهم، في أبجدياتهم مؤتمراتهم والنصوص اللي خرجوا بها من هذه الندوات يقولوا أنه إحنا معارضين لهذا النظام معارضة جدة ولا نتراجع، نحن فقط نؤمن بانتخابات حرة نظيفة نزيهة ذات مصداقية حتى نغير الحكم، أما نستمر في هذه الطريقة فنبقى على هذه المعارضة. شوفوا ما الآن اكتشفوا، فمن اكتشفوا أنا رحب به، يعني أنا نقول يعني قاعد نقول لك لكن أنا ذكرني الأحزاب الآن في مكان في الساحة لما يقرأ التاريخ الجزائري يعيد نفسه. قبل 54 ليش جبهة التحرير طلعت ما حبش تعترف حتى بحزب وطلعت كلاحز جبهة، وهذه من يعني بفضل الرجال اللي كانوا في حزب الشعب والأحزاب الأخرى، عرفوا الأحزاب طيارة كلها ذابت فيها أنا ذاك قبل ما تذوب فيها. الأحزاب فشلت من إنجاز أي نوع من الانتصارات سواء المساواة مع الفرنسا واللي كانوا وعدوها بالحكومة في فرنسا أو الانتخابات النازية، فعلموا أن الأحزاب صبحت لا قيمة لها. تحكي مع المناضل اللي كان في حزب الشعب، أنا قالوا لي الجماعة أنت تاع حزب الشعب زي عبد الحميد مهري الله يرحمه أي تحمد وغيره، قال لك احنا بعد 1945 كنا قبل نروح للأسواق ونروح للنوادي ونروح للمناطق اللي فيها التجمع الشعبي ونقول لهم احنا حزب الشعب ونعملوا مظاهرة، قال لك بعد احداث 8 مايو 45 قال لك اللي يتكلم معاه يقول لك اعطيني سلاح سي محمد، الفرنسا ولا ما يعرفوا الا السلاح. لذلك التجربة الجزائرية الوجدان الجماعي الجزائري تريد وجدان تاريخ، لما تخفق الأحزاب يجب اللجوء إلى المجتمع، وهذا اللي حدث الآن. تلقى الفلاح، شوف هذه الحاجة في توافق، أنا أتكلم على الإنسان الريفي البسيط، تتكلم على المهندس، تتكلم على الشرطي، تتكلم على الجزائري العادي والمعلم والمحامي، كلك يقول لك أخلات، يقول لك هذه ما عادش بلاد. ما فيش يا أخ عثمان، ما فيش في العالم، أنا اللي نجول العالم، ما فيش في العالم وانت تلقى شعب أمنيته الواحدة يقول لك نخرج مرة بلا بلاد. صحيح، سامحني في التعبير هذا. يعني اذا احنا اذا خاصه لدى الشباب، اذا احنا اكبر دوله في افريقيا وعندنا اكبر عندنا الفصول الاربعه، في اللي عنده فصلين وعنده نص فصل، وفي اللي قال لك تاع النخله يخسر 10,000 دولار باش تنبت، كل الامكانيات هذه ونقزمها في الفكر التصحري، الفكر المتصحر، الفكر الغير صادق. انا نقول لك يعني انت لما تكون نعطيك كل الامكانيات صبت تستعمل في امكانيات الدوله بتضرب شعبك وباش تعمل سابوتاج لشعبك، ما تعمل تدمير لمجتمعك. شوف نحن في التعليم أين نحن الآن؟ شوف الأجيال اللي خرجت في عهدنا مثلا، نحن تروح احنا شهاداتنا كان معتار بها في فرنسا في خيرها، تروح طبيب تروح تشتغل في فرنسا، محامي يسجلوك مباشرة، هم الآن يشتغلوا. طلعوا جيل مش أمي جل، طلعوا جيل ما يحبش يقرأ، يقول لك قرأ وش ندير بها، هاو ذا تراباندو هاو يروح يعرف يروح الأمريكا ويعرف يروح الصين وش ندير بالقرأ. أنا نقول أنا شوفها من أقاربي، يعني الدليل أن إحنا لو ما ننتبهش مش منتبع، وفي أقرب وقت إحنا ما نقولش اللي قاعد يشجع على الصدام هو الفكر التصحري، هذا الفكر العقيم، الفكر الأناني اللي صبح يختزل لك الجزائر، يقول السعيد بوتفليقة أتكلم عليك أنت تحدث. طيب، وأنت أشرت إلى هذه المسألة وهو سؤال محوري هكذا أراه، إلى أين تتجه الجزائر؟ هل ستفتح أبواب الديمقراطية ورياح ونسائم الديمقراطية تهب على الجزائر، أم أن هذا النفق الذي تصفه المعارضة بالنفق المظلم سيستمر إلى حين بعد هذه الرسالة؟ شوف الخيارات واضحة، خياراً يا إما أن يثبت هؤلاء أن النظام القائم بكل مكونات نظام القيادة العليا اللي تحكم الظاهر والمستتر، أبو تفليقة ظاهر صحفيه المستتر للمجموعة، لو ما ظهرش وعي ومسؤولية تاريخية ومسؤولية شعبية وإخلاقية فإن تقود وتستمر على ما هو عليه الآن، يعني هي قاعدة تحب تكرر ما حدث في المحيط وفي العالم، خاصة في عهد الانترنت ولا واحد
تقدير المخابرات البريطانية قال لك حتى الغربيين ما عادش يقدروا يتحكموا. شو وقع في أمريكا ضد الرأسمالية وغيرها في وول ستريت، تعداوا وتجاوزوا الوول ستريت جورنال والصحف والإذاعة التلفزيون. الخيار الثاني هو أنه لو جماعة فاخر النظام تقول إحنا الآن حان وقت التغيير المسؤول، التغيير الحقيقي، ونشوفه في الميدان وهاك فيش رح نمشي. هل هنالك إرهاصات لهذا الأمر؟ أتمنى، لكن أنا أشك لغاية تثبت العكس، لأن هذو الناس وعدونا 20 سنة وهم يكذبوا علينا. أنت كذاب حبلوا قصير، أقول لك بوتفليقة وكل مرة أقول لك مهدد واللجوء الأخو زي ما أنا أتذكر رحت ليبيا فنلقى جماعة شباب يقول إحنا أمننا في سيف، إن والد مش راح يغير سيف الإسلام هي يعني شوف بداو يعني المهم يجينا واحد لي شوي، واللي كان عنده أمل في جمال مبارك، واللي كان عنده أمل في ولاد صالح، واللي كان يقول لك هذا الأقل قرب لنا في العمر. إذن إحنا لغاية إشعار آخر أنا يبدو لي هذا النظام في سبات عميق، والحاجة النشيطة الوحيدة هي الفساد وتكديس الأموال بشكل فظيع بشكل مقرف وشكل استفزازي للآخر، وهذا هذا هو الخطر علينا إحنا. يعني أنت ترجح السيناريو الأسوأ؟ أنا قاعد نقول لك الوصفة واضحة بحكم هذا يا إما أنت يا إما تكون صادق وصح تقول أنا مجاهد وانتمي العائلة الثورية وأنا أختك من 15 سنة الآن وأنت مريض على يعني خلينا أنا من الله هو اللي يحكم ممكن أنا متقبله فهمتني، على الأقل أنت مجموعتك قايد صالح تاع الجيش عمره 80 سنة نفس الشيء توفيق بن شي عارف المجموعة هذه تقتلها الرجلة ترى تغير التاريخ تقول إحنا ها إحنا الآن نغير ما قلت تغير الدستور اخلق سبب تقول راح غير الدستور افتح المجال بشكل تتحكم فيه انت ويتحكم فيه النظام انت تخشى ولا ما يتكلم معك واحد لازم تكون في عداله انتقاليه ولا واحد ما يتكلم معه الناس تنساه هذا السراق واللي داو البلاد الخلاء واللي داو الانقلاب واللي داونا التاخر واللي راهم شوف راهم دمغوا عقليه جيل كامل او جيلين تصور اللي كان في عمره 6 سنين اليوم في عمره 26 سنه اللي كان في عمره 20 سنه الان 46 شوف يعني جيلين ضعوا مساكين والبلد شوف الإنجازات ناويني رغم الخيارات اللي عندنا يعني صبحنا في إفلاس أخلاقي إفلاس سياسي إفلاس اجتماعي وإفلاس اقتصادي وإفلاس تعليمي وإفلاس بيئي هذه هي المصيبة الكبرى. نعم وهو كذلك. جزيل الشكر لك أستاذ سعد، أستاذ سعد جبار المحامي والخبير في القانون الدولي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.